الو، مين انت؟ وينو عمران؟ عمران مهدد بسلاح. شو عم تقول؟ مين انت؟ انا محمود، عرفتيني؟ خطيبة لرفيف. رفيف؟ ايه، كنت رح اخد رفيف واتزوجها، بس عمران بيك اجا ومنعني. ترك تليفون. شو عم بيصير؟ وين انتو؟ والله عمران بيك رح يقرر شو رح يصير، يا بيحمل حاله وبيطلع من هون سالم غانم، يا اما رح ياكل رصاصة بنص جبينه. تريك هالسلاح يا محمود. نعم عمران بيك، وين كنا؟ يا اما بتروح من هون بأدبك، يا بتختار الموت. البنت ما بدها اياك، اتركها. انا بدي اياها. انا ولك انا ما بحبك، افهمها بقى. بس انا بحبك. لا لا، مرت عمي. لك مين مفكر حالك؟ ها، اترك البنت. مرت عمي. خير؟ شو في؟ الحقي لعمران. ليش؟ شو بابني عمران؟ خاطفينا لرفيف. اتصلت بعمران، رد علي زلمه غريب وقال لي انه جوزك رح يتقوص. لك انت شو عم تحكي بنتي؟ اترك البنت، اتركها. تركا، تاني مرة إذا برجع بشوف وشك ما رح أرحمك. حقيقة انت منيحة؟ منيحة. يلا امشي معي. بعد لك. لا تخافي مرقت. محمود، لك وينك؟ محمود، محمود، انت منيح؟ تركني. بعد تركني. وينهم؟ راحوا. ما ايه، هلا راحوا، اخذوا السياره وطلعوا فورا. بارد، مسكر. انا خايفه عليهم، أكيد صاير معه شي. ليكي تعي عند لرفيف. اتصلت فيها هلا، بس كمان موبايله مسكر. أنت اللي خبرته، ما هيك؟ والله إني خفت كتير يا محمود، الزلمة إجا وهددني وقال بده يشتكي علي. لك شو ما قال لك أنت ما لازم تحكي، كيف بتخوني ولك؟ حقير. محمود أحكي ولك؟ ما خنتك. احكي. طول بالك. ما أنا خجلان من حالك؟ لك أنا ما قصرت معك. ما قصرت. محمود بيعرف المستشفى اللي عم تتعالج فيها نزلي وهددني فيها، انا خايفه يروح يعمل لها شيء. ما في داعي للخوف، خليل بالمشفى وما بيترك نزلي. هلا بدي اقول له. يا رب ما يكون صاير شيء مع ابني، الله يحمي ويكون معه. أنا رح أتصل بالشرطة. ألو حبيبي، أنت منيح؟ منيح، ما تاكلي هم. ألف الحمد لله. طمني على البنت، صار لها شي؟ البيبي اللي ببطنها منيح؟ ما لا تخافي، رفيف منيحة. عمران شو صاير معكم؟ وينكم أنتو؟ حبيبتي نحن مناح وبخير، برجع بحاكيكي بعد شوي.
انت منيحه؟ نفسي عم تلاقي كتير. انزلي شمي هوا بترتاحي. سكر بدون ما يفهمني شي، أنا خايفة عليه. بنتي المهم سمعتي صوته وهو بخير، بس يرجع على البيت بيحكي لنا شو صار معه. خلاص بنتي مسحي دموعك وحاجبك، قومي غسلي وشك وارتاحي، ولما بيرجع عمراني بيحكي لنا كل شي. قومي بنتي.